التحالف الوطني وحياة كريمة بيقدموا جهود كبيرة جدا في توفير المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية لأهالينا في غزة. من أول بداية الأحداث ولغاية دلوقتي بنشوف عشرات الشاحنات اللي بيتم تجهيزها ودخولها عبر معبر رفح لدعم الأشقاء الفلسطينيين. منذ اللحظة الأولى لمرور المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، لم يدخر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة جهداً في نجاح تدفق المساعدات المحملة بالغذاء والدواء إلى القطاع، وبالفعل نجحوا في مرور عشرات الشاحنات، وما زالت قوافل الإغاثة تمر ولم تنقطع لدعم الأشقاء الفلسطينيين، مما يكشف عن دور مؤسسات المجتمع الأهلي الذي يعبر عن موقف الشعب المصري بأكمله لدعم القضية الفلسطينية، وذلك في تنسيق على أعلى مستوى بين جميع المؤسسات والمنظمات التي تعمل تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وحياة كريمة لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة. كيانات التحالف الوطني بمؤسساته أرسلت 480 شاحنة من بداية الأزمة تتضمن 9600 طن تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. كما تمكن التحالف من تجهيز القافلة الأولى خلال 36 ساعة فقط، ويستعد لإطلاق قافلة هي الأكبر من نوعها الخميس المقبل بشاحنات محملة بأولويات مختلفة ما بين أدوية ومواد غذائية وبطاطين لضمان تدفق المساعدات إلى قطاع غزة دون توقف أو انقطاع. وتعتبر حياة كريمة والتحالف الوطني للعمل الأهلي من أوائل المؤسسات التي استجابت لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الأشقاء الفلسطينيين منذ بداية العدوان الإسرائيلي، وذلك للتأكيد على الدور الوطني للدولة المصرية في دعم الشعب الفلسطيني على مر التاريخ. هذه الجهود المبذولة من تلك الكيانات تعد جسراً إنسانياً امتد من القاهرة إلى قلب غزة في ظل الدمار الذي يعيشه الشعب الفلسطيني بعد استهداف المستشفيات والملاجئ التي يقطن بها الآلاف من النازحين دون غذاء أو ماء صالحة للاستخدام. وما زالت حياة كريمة والتحالف الوطني يواصلان جهودهما في دخول الشاحنات لقطاع غزة والقوافل الإنسانية حتى هذه اللحظة. هي جهود متواصلة ومستمرة لا تتوقف أبداً من التحالف الوطني للعمل الأهلي على مدار الساعة وعلى مدار اليوم بنشوف مساعدات بتدخل لأهلنا في قطاع غزة.